إن بعض الأحلام التي نراها في منامنا إنما هي رسائل تحذيرية من الله تبارك وتعالى وهذا من باب المكاشفة الربانية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طريق الاتصال المباشر مع الله تعالى قد انقطع بانقطاع الوحي الشريف ولم يبق منه إلا طريق الإلهام بالرؤيا التي يراها أحدنا في منامه ولأجل هذا جئت اليوم محذرا جميع النساء من تسعه احلام تهدد بطلاق المراه من زوجها وانهيار البيت وخراب الاسره اجارنا الله تبارك وتعالى واياكم واقول لاختي ان رايت شيئا من هذه الاحلام التسعه فلا تحكيه لاحد ابدا واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم حتى لا تتحقق هذه الرؤى والاحلام السيئه وايضا انصرفي الى زوجك اعطه مزيدا من الحب والاهتمام ضعيه بين عينيك لا تغفلي عنه ساعه واحده والان تعالوا بنا نبدا في سرد هذه الاحلام التسعه على بركه الله. الرؤيا الاولى ان ترى المراه في منامها انه قد ضاع منها خاتم الشبكه او دبله الخطوبه او شيء من حلي زينتها. وهذه الرؤيا والله من اسوء الرؤى ومن اشر الرؤى التي يمكن ان تراها المراه في منامها. هذه الرؤيا يا جماعه الخير لا ياتي بعدها الا الشر والخراب. اسال الله تبارك وتعالى الا يريها لامراه في حق زوجها ابدا واقول لاختي ان رايت مثل هذه الرؤيا فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم ولا تحدثي بها احدا ابدا حتى لا تتحقق. لأن صمام الأمان عندنا من الرؤيا السيئة أننا لا نحكيها أبدا، لا نحكيها لأحد من معارفنا ولا نحكيها حتى لمفسر من مفسري الأحلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأى أحدكم في منامه شيئا يكرهه، فإذا قام من نومه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا يحدث به أحدا أبدا فإنه لا يضره إن شاء الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن رأيت هذه الرؤيا أختي أيضا، فانصرفي إلى زوجك واهتمي به أكثر. واعطه مزيدا من الحب والاهتمام حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. الرؤيه الثانيه ان ترى المراه في منامها ان زوجها يركب سياره غير سيارته، بس بشرط انه هو يكون عنده سياره في الواقع والحقيقه، ولكن السياره التي راتها الزوجه في المنام ليست سياره زوجها في الحقيقه، يعني مثلا مختلفه في الماركه او مختلفه في الهيئه او مختلفه في الشكل او في اللون. أو أي شيء من هذه الاختلافات، المهم إن رأيت أيضا أختي هذه الرؤيا فعليك أن تهتمي بزوجك، لأن معنى هذه الرؤيا أن زوجك قد لاف لغيرك أو سيفعلها في المستقبل، لأننا نعرف أن الرؤيا قد تحكي الماضي وقد تحكي الحاضر وقد تحكي ما سيحدث في المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى. الرؤيا الثالثة أن ترى الزوجة زوجها في المنام يغير أساس البيت أو مفرش السرير. تشوفي زوجك في المنام بغير عفش البيت. أو بيشيل مفرش السرير وبيجيب مفرش بداله، طبعاً هذه رؤية سيئة جداً ومؤشر بالشر، وإنذار بالخطر، ومهددة بطلاق المرأة من زوجها، وخلي بالك الرؤية دي سيئة أيضاً حتى في حق الزوجة تجاه زوجها، يعني لو هنعكس الحكاية وإن الزوج هو الذي رأى زوجته تغير شيئاً من أساس البيت أو مفرش سريرها، دل هذا على شيء سيء جداً لا أستطيع حتى حكايته. ولا تفسيره لحضراتكم شعورا منه بالحرج الرؤية الرابعة أن ترى الزوجة في منامها أن زوجها قد تركها في منتصف طريق سواء كانت تعرف هذا المكان الذي تسير فيه مع زوجها أو لا تعرفه وسواء كان ذلك المكان ضيقا أو واسعا وسواء كان ذلك الطريق الذي يسيران فيه طريقا طويلا أم قصيرا كل الرؤى يا جماعة الخير بتعطي معنى واحد المهم في النهاية أنه قد تركها في منتصف الطريق ورجع عنها هذه الرؤية سيئة ومؤشر بالخطر وإنذار بالشر ومهددة بطلاق المرأة من زوجها وعلى المرأة إن رأت مثل هذه الرؤية أن تسارع إلى زوجها وأن تحاول أن تعالج نقاط الخلاف قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه الرؤية الخامسة أن ترى الزوجة زوجها في المنام قد اشترى بيتا جديدا، وطبعا هذه واضحة لا تحتاج إلى تفسير. إذا رأت المرأة في منامها أن زوجها قد اشترى بيتا جديدا، دل هذا على أنه أصبح له سكنا ثانيا وزوجة ثانية، أو سيحدث ذلك في المستقبل، يعني هي بمجرد أن ترى رؤية من هذه الرؤى، أنا أقول دون أي شعور بالحرج، عليها أن تراقب زوجها وأن تضعه بين عينيها وألا تغفل عنه. لأن زوجها هذا هو حياتها ومستقبلها، وهي أولى به من غيرها، لا حرج أن تحافظ على زوجها وأن تهتم به أكثر حتى لا يذهب إلى غيرها بدلاً منها. الرؤية السادسة من الرؤى التي تهدد بطلاق المرأة من زوجها هي أن ترى الزوجة في منامها أن زوجها يجامع حماته اللي هي أمها. إن رأت هذه الرؤيا أقول لها انتبه فإن هذه الرؤيا مؤشر خطر وإنذار بالشر ومهددة بطلاقك من زوجك. خلي بالكم يا جماعة الخير يعني عايز كده برضو أنتهز الفرصة وأوضح شيء مهم أن جماع المحارم في المنام ليس كله سيء ولا يدل على سوء اخلاق الشخص او على عدم سوء اخلاقه يعني ممكن يكون انسان كويس وملتزم ويرى مثل هذه الرؤى في منامه يعني يرى انه يجامع واحده من محارمه طبعا المحارم مذكورين في القران الكريم في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما هم دول المحرمات من النساء قد يرى الانسان انه يجامع واحده منهن، طبعا كل حاله من الحالات لها تفسير خاص، في بعضها سيء وفي بعضها غير سيء، لكن الرؤيا موضوع هذه الحلقه طبعا تفسيرها سيء، ان الزوجه تشوف زوجها في المنام يجامع امها اللي هي حماته، هذه ايضا رؤيا انذار بالشر ومهدده بطلاق المراه من زوجها وعلى المراه ان تراجع كل حساباتها مع ذلك الزوج. الرؤية السابعه أن ترى الزوجة في منامها أن زوجها شقه مائل أو أصيب بالشلل النصفي أجارنا الله تعالى وإياكم. وطبعاً معنى هذه الرؤيا أنه لاف إلى غيرها أو تزوج من غيرها، مش كده وبس ده يدل أيضاً على أن التي تزوجها يحبها أكثر من زوجته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتصديق لهذا الكلام يقول صلى الله عليه وآله وسلم من تزوج امرأتين فمال لإحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل ولأجل هذا يقول علماء التفسير إن الزوجة إذا رأت زوجها في المنام شقه مائل أو مصاب بالشلل النصفي يعني نصف بيتحرك ونصف لا دل هذا على أنه لا إلى غيرها أو تزوج منها أو سيفعل ذلك في القريب الرؤية الثامنة من الرؤى التي تهدد بطلاق المرأة من زوجها هي أن ترى الزوجة زوجها في المنام يكلمها بلغة غير مفهومة، سواء كانت هذه اللغة مجرد رطن يعني هي مش لغة أصلاً إنما رطن كده ولخبطة في الكلام وخلاص، أو كانت هذه اللغة لغة أصلية مفهومة ولكن الزوجة لا تفهم ترجمة هذه اللغة. كان ترى زوجها في المنام مثلا يكلمها بالفرنسيه او يكلمها بالالمانيه او يكلمها بالانجليزيه وهي في الاساس لا تجيد شيئا من هذه اللغات، لان عدم التفاهم في المنام، تفاهم في اللغه والكلام يدل على عدم التفاهم في الواقع، وان حدث عدم التفاهم في الواقع يا جماعه الخير سينتهي الامر الى الطلاق، اجارنا الله تبارك وتعالى واياه. الرؤيه التاسعه والاخيره من الرؤى التي تهدد بطلاق المراه من زوجها هي أن ترى الزوجة زوجها في المنام يزرع أرضا غير أرضه أو يسقي بستانا غير بستانه. سواء كانت لهم أرض في الحقيقة أو لا، وسواء كان لهم بستان في الحقيقة أو لا، البستان اللي هو الحدائق والجناين. لكننا اشترطنا في السيارة أن يكون للزوج سيارة في الأصل. يعني في رؤية السيارة قلنا أن ترى المرأة أن زوجها يركب سيارة غير سيارته بشرط أن يكون له سيارة في الأساس لكن السيارة التي رأتها مختلفة عن سيارة زوجها في الواقع مختلفة في الشكل أو في المركة أو في اللون أو أي شيء من هذه الاختلافات، لكن لا في هذه الرؤية مجرد أن المرأة ترى زوجها يسقي أرض أو يزرع أرض أو يسقي بستان أو يروي حديقة أو يزرع حديقة مجرد ان ترى هذه الرؤيا اقول لها انتبهي على زوجك، حافظي عليه، ضعيه بين عينيك، لا تغفلي عنه لحظه واحده واعطه مزيدا من الحب والاهتمام. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.